هيك ها هلا صارت المعاملة النظامية. هويتك لو سمحت. مو شفتي هذيك المرة؟ ايش الشغلة للشبع؟ ولا معك حق والله، لأنه أنا هويتي ما بيشبع منها. تفضلي. معاملتك من عندي صارت خالصة، تفضل. وهلا شو بيضل علينا مشان نبلش؟ بقي نعمل زيارة على أرض الواقع، معاينة. يا أهلا وسهلا، بتشرفي وبتنوري أنت ومين ما بدك. بهاليومين إن شاء الله، يعني حسب جدول مواعيدي. لك لا شو يومين؟ يعني قصدي لو سمحتي إذا في مجال تعجلي شوي، يعني الله يخلي لك شبابك. تكرم يا سيد، رح أحاول أسرع بالموضوع قد ما بقدر. هلا إذا بتحبي بيجي أنا باخذك بعيوني، بسيارتي آسف. أستاذ سامر، الحدود اللي بيناتنا صارت واضحة، يعني أنا طالعة بمهمة رسمية، ماني رايحة زيارة لعندكم على البيت. أهلا وسهلا فيك، شرفت.